السلام عليكم. انت في كولد سموك في 19th ولا بالجريد؟ والله يا اخي ليش تروح حق ذاك؟ لا كولد سموك معروف هنا. معروف كولد سموك ترى كله سعودية ما ادري ليش. طيب يلا ترى انا جايك سعودي تنحش من السعوديين ليش؟ يلا انت مكلمني يلا خلي اشيل دي اول شيء لان صاحبني من السلام عليكم، اهلين فيكم في لوب جديد. ما راح اقول لكم كل شيء بنسويه لاني انا اصلا ما اعرف ايش اللي بنسويه. بروح بس كولد سموك وبجلس عنده شوي وبنشوف بعد شوي. الساعه 2:50 دقيقة. شوفوا شركة الشحن يو بي اس جات هنا. لو ان اليوم انتظر شحن انا يجي الساعة 5 6 يجي عادي يعني. بس يوم اللي ما كنا ننتظر شيء يجيك واحدة احيانا ثنتين يجيك مبكر. تخطيط الشارع في الارض ما ادري وين، يعني ما ادري انا مساري عادل ذا ولا اروح مع هذا، بس اذا رحت مع هذا بسكر الشارع الثاني. بس خلني هنا وانا ما ادري فوق الاشاره الحمراء خلاص انا على الاشاره الحمراء اللي فوق. بدخل في الطريق الوسطى هنا عشان الف يسار بس ان شاء الله ما تزحلق السياره. زحمة بالكافيرة. شو السيارات كيف؟ تذكرون في لوج شاليح يوم رحنا ندور جنوط لأحمد رويس؟ حصل له جنوط ركبوهم. اللي ما شاف في لوج شاليح هذا هو الفلوج اللي تشوفه. السلام عليكم. توقعتك جلس نفس ذيك المرة. مرسي أوي. بلتت اللي بلتت ها؟ يا حبيبس لسلام خلاص الله شوف أنا ماني ضد. طيب ما فيها رايت ما فيها لفت ولا إلا مكتوب جوا صرت لبستها عكس ما تجي عارف. اي مو مكتوب رايت لفت فبندق دي رايت فيه. الإيكو سيستم حق أبل دامك عندك انت على الأقل عندك فاكس اي أهلون قال حد يعني شلون حلو سويت لسير طيب البيجز طالع برا ما عندك لابتوب تفتح بالجوال تكمل توقف ترجع اللابتوب تكمل خلاص يعني كل شيء تسوي زي لازم انزل البيج هنا اي ملفاتي الحين كلهم هنا شوف البيجز اقدر اكمل هنا مجانا لا تحمل فلوس ولا شيء مجانا افتح الصفحه هنا واكتب الشيء اللي ابي واكمل شنو فلاش هذه راحت حياتك. لا يا حبيبي لو ان عندك ايميلك ليش نسحب ايميل وباسورد خلاص شايف عندك سامسونج عندك نوت ما عندك رابط انت صار رابط تسهل على ليش باخذ جوال؟ طب انا مو عاجبني استخدام الايفون خلقه والله احمد ارجع مني بس انا عارف لكن انا استخدام الايفون خلقه مو عاجبني. طيب لا تستخدم الايفون تقدر تخليهم في الموقع حلو يعني في الاي كلاود بس بدون ايفون في الكمبيوتر الجامعة تروح تفتح تكتب تسكره تشوفه في الاي كلاود تجي هنا طيب انا يعني كاستخدام للجوال بعدين انا معي سامسونج ما بيشوف معي الا ان كان اخش تخش بالاي كلاود تقدر بالاي كلاود بس انه صعب انك انت عادي عندك انت كريجلس تفتحها بالمتصفح انا عندي اختيار شوف لازم امكري صح؟ انا اي لازم انزل التيربو عشان يمشي بس التيربو حقي ثاني هو بيصير اخضر قدامك صغير الرامات مرفع حلو الهاردسك مغيره اذا كان الهاردسك ما في شيء والله لا انت تشوفه ما في شيء بس احنا ما راح نستطيع ان نقطع لا اتش دي لازم نخليه اس دي اس دي يصير طيب ما في ما في شو تسوي؟ شرينا الاس اس دي حلو نفرمت اللابتوب طبعا قبل ما نفرمت اللابتوب قبل نشيل الاغراض ما نشيل الاغراض منهم ولا شيء انا قسما عليك بتاخر يا اعطيك شير عندي فاملي شير باقي عندي ثلاث اشخاص ايوه اعطيك شير لكن عندي تو تير انا اعطيك اياها ونحط ملفات كلهم بلاك كلاود حلو يرتفعون كلهم الشير بالاكونت حقك انت انا ما اقدر اشوفه ما اقدر اشوف حقي ولا اقدر اشوف حقي حلو بس انه بيجيك بعطيك مساحه بس انك تستخدمه نرفعنا كل شيء نشيل الاس اس دي نشيل الهارد ديسك اللي هنا وتشتري تقريبا ب $10 او اقل من $10 اول لا بلاستيك
في مدخل الهبس حق في الدان حلو يصير واجع كده تأخذ الهبس حق في غادين يصير هبس حلو يصير هاد حلو أيوة هذا كده وتفرم ده وتفرم حطالس حلو والكون سهل عندي عندك 800 يا رجال 2012 مو بالمدة 11 ما تحلم 12 يعني آخر واحد من النسخة أيوة أنا مرة شوف قبل آخر شيء من أفضل شيء لا لازم تغيري طيب هذا كم بيكلم الدوت كله ثاني الجيجات أي روح افتح هذا أنا بخليك اول لابتوبات انك عشان ما تخرب الباتري انك تحطه في الشاحن تفصل الباتري اول كمبيوترات بتوصل الحين في اللابتوبات ابل الجهاز دامك حطه في الشاحن لو تحط على الباور فوق يقول لك الحين منين جاي شوف سيرفس باتري شوفها ولا الحين ما علي بس منين جايك الطاقه الحين منين جايه ان تشبك على الشاحن يعطيك الطاقه من الباتري الين تشحن الباتري كامل شحنت الباتري كامل يفصل أي. لانك ما تقدر تفصله فخلاص باتري بس تشحن فول تفصل يقوم يعطيك الطاقه من الكهرباء كذا خلى عطوه على يعطيني شباك يعطيني باب اهم شيء هذا شغال بس انه انا عندي مشكله فيه البطء اللي قلت لك عليه والبطاريه الحين ولعت هذه شوف كيف شتلع نفس الطريقه هذه من زمان ترى ما جت الحين بدها يتكلمون عن ان اذا سمعت بالعربي انك اذا قلت فراسك انك مريض لا بتكون مريض ايه صح اذا العلاج هذا اللي بيفيدك فبيفيدك صح يقول لك بعض الدكاتره انه يدري ان الشخص مو مريض ايه فبديه بسيبه يقول يعطيها حتى ذي فيها بس موية واي شيء بس ما في شيء بس يكذب عليه ويقول يعني عشان كذا هذه الستاتستكس احمد قاعد يشوف اخر فلوق ونزل الحين اللي هو لازم ارنب وشفت انه مش بيكون طبعا في وقت الفلوق اللي تشوفونه الحين ذا توني انا رافع فلوق لازم ارنب كيف ارنب ولا لسه؟ ها؟ لا لا دريك؟ لا ما كان عندي الا دائما تلمني في المشاهد وتعرف ايش تسوي؟ منين جاك؟ تعال وقف طويل خليني اجيب لك نوع ارنب هم من نفس الفصيلة اهم شيء قول له 4 وفر والله خلايا خلايا والله شنو والله راميها تونا متبرع فيها والله شوف اقياهم كيف اقول لك والله متبرع فيه والله معطيه فتكو في بيوت دمزق وخذه بضافص باكله كل شيء مع هديه مع السلامه انا ابي واحد ينقز ويروح تلحقها ابي واحد ارنج حلال ما ينحاش لا هذا فله لا والله بيطلع من ايدي شوف المسند ينقز من ايدي احمد ماسك والابو كذا البنت كيف مسكت الشنب بس ما حطيته المقطع حلو ممتاز اي حلو بس الباقي ما يحتاج يا الباقي ما يحتاج تذكرت المقطع حق شو اسمه اللي سوى نفسه مقوياء وراح انقذ المحل يوتيوب اي يوتيوب بدا قام يتشحن قبضه ايوه خلاص بداوا يعدلون الكريسماس الكريسماس شوف ايش جرى شقلوها ولا بعدين بعدين لمبات والله في بعضهم خلي اخر يوم كذا اختبار كذا قبل حاكم مره سوى معنا قبل ثانكس جيفنج يقول لك الى ما يجي ترى ايه انا سمستر ذا ثانكس جيفنج متى يبدا؟ ربع يقول لك كلامنا كتبنا اول يوم دراسه ترى اسبوع ثانكس جيفنج يوم الثلاثاء عندي يفوز لا تحسبوا حسابكم ومدارين قد سافر ايش اسمه بالعربي؟ اللي بحرف الهاء في اشياء كثيره بالعربي بحرف الهاء لا اللي يسوونها قدامنا احمد والله برد يا الخوي برد؟ جميل شوف متكلون والله برد الحين الساعة عندنا 6:15 توها نازل الشمس ودرجة الحرارة عندنا 6:30 اتوقع الليلة بتوصل يعني صار 15 عادي خلي اشوف دقيقة لا والله صار 9 بتوصل بس الايام الجاية نشوفها كيف طبعا سالب 6 لكن الشعور سالب 9 بس كذا كان الفلوق خفيف ما في شيء بس في الكافي عندي سؤال ما نفتح الموضوع قبل شوي انا مع احمد تتوقعون ان هل صحيح العقل يخدع الجسد قبل شوي قريت ان بعض الدكاتره مثل ما تكلمنا مع احمد رويس ان
يدري ان المريض ما في شيء، المريض ماسك حق يعني ماسك ان انا مريض. فبعض الدكاترة يعطون المرضى علاجات او حبوب ما فيهم شيء، ماي او فيهم اي شيء ما بعلاج، فالمريض يحس انه تحسن. وبرضه بعض المرضى الدكتور يسوي لهم جراح يفتح مكان ويخيطه، بس الناس منه سووا لهم عمليه وما سووا لهم شيء، ويحس ان المريض تحسن. فكتبوا لي تحت التعليقات هل تحسون ان الموضوع صدق، ان بعض الناس كذا نفسيه عندهم تاثر بكثير، لو ان الدكتور برضه كذب عليهم سوى الطريقه هل تحسون انهم يتعالجون؟ اكتبوا لي تحت التعليقات اجوبتكم، والسلام عليكم.